الطبعة الأولى من اللقاء الوطني لتبادل البذور اللي سميناها مطمورة. مطمورة معندها كل ما يخص ترقية البذور المحلية. رانا في وضعية في الجزائر ولكن في العالم عبر العالم أنه أن البذور هذه المحلية راهي في انقراض. وحنا ماذا بينا نفكروا كيفاش نرفعوا من هذا المنتوج. هو منتوج فلاحي وحبينا نشوفوا كيفاش نقدروا ناخذوا بايدينا ونطوروا هذا البذور هذه الزريعه نطوروها فيما بيننا. معكم فيروز واميره متخرجين صافي منذ سنتين من جامعه باب الزوار. عندنا ماستر في علم البيئة والنباتات. قررنا الاندماج في الزراعة الطبيعية. انضمينا إلى جمعية تربة عندنا سنتين. بدينا بمساحة 300 متر مربع. مدونا شوية بذور أصلية ورانا يعني نحاولوا نربيو هاد الزريعة. الجمعية هذه في إطار هاد المشاريع تكريا واحد السونتر أكراز هو الفلاح. دونك سونتر داغرو إيكولوجي. دونك هاد السونتر فيه دي بارمي لي زوبجيكتيف نتاعو لي فورماسيون أون أغرو إيكولوجي جيستيون دي بروجي. وعندنا هما لاكس الزوج سي لوتيل سي دادير لاغريكولتور بيولوجي. دونك في هاد السونتر عندنا دي كولتور ما نستعملوش لي برودوي شيمي دي زونغري. دونك كل تي دي بيو. Parmi les valeurs que l'on sache, le de Benizgen, في غردايا عندنا 3 variétés تاع لي سومونس typiquement locales تاع الواحه. عندنا القرعه هذه احنا نسموها قرعه مي تسبل قرعه مزار. دونك هي جايه طويله دونك معروفه كولتور استيفال. دونك تستعمل بزاف في الكسكس. هذه هي السيفا دو لوتيليزاسيون تاعها. جبتكم اليوم شويه غير شويه باسكو احنا صافي من با عام رانا نديروا هاد المزرعه. جبتكم شويه جبت الحبق مي البازيليك جبت لي اللي يديروا به البيستو اللي يديروا به عندها هاد دي كاليتي كولينير ملاح. جبت تورنسول كبيره عندي تورنسول شريت بزاف لي تورنسول درتها باش غير باش عباد الشمس. دونك جبت عباد الشمس كانت عندي وحده صغيره وحده الكبيره. جبت لكم الكبيره باسكو شفت بلي هذيك الكبيره ما كايناش بزاف باسي واحدين تعجبهم. عندنا الفلفل فلفل عباس عندنا اللوبيا عندنا القرعه وعندنا الكرم هذو اللي جبناهم اليوم معنا. دير كل وسعك باش هذيك البذور اللي نقدمها لك انا تحاول تزرعها في منطقه باش تحافظ على الخصائص نتاعها وتكتب الملاحظات باش ربما انت هذيك البذور تعطيها زيادات اخرى هكذا باش نعودوا هذا البنك نوسمو. وعلى قلت التبادل حتى واحد ما يفرض بذور نتاعو على الاخر تبادل حر. منطقة معروفة بالجبال جورجيرا. كان في جبل معروفة باللاك تمدوق الميم. وحنايا تما واش عندنا كاع كاين زيتون كاين رمان كاين حب الملوك باسك ناقص شوية كاين الزريعة هذو واش درناها كاع كاين بخشيش بزاف. إلا غير فلفل نقنقرس فلفل ومشراس باسكو الزيك ديالنا كان يديكال فلفل مشراس لا ريجيون ومشراس. إلا لا طوماطاش هاكي لا روز لا طوماطاش هاكي لارون تاكي لارون إلا بتنجان إلا دلا جامي نسيجات يكو ديالنا لا ريجيون مي فغد ديساي ونقول جامي الحمد لله. حنايا جمعية من واد البرد حاضرة بابورت جمعية الوفاء للبيئة والسياحة. دخلنا فيها البيئة والسياحة السياحة الريفية إن صح التعبير. نحاولوا نديروا تحسيس للفلاحين باه ما يودروناش الزريعة
انا نهضر على المنطقه تاع واد البرد. باه ما مانيش كبير بزاف، مي 44 سنه كاينين بزاف زريعه اللي راحوا نعرفهم وراحوا، نبقاو لنا غير شويه، رانا نحاولوا قدر المستطاع نحافظوا عليهم. نتكلم جيست على لا بارتي هذه تاع لي سيمونس لي زيسباس كيما حنا نقولوا اغريكول، شغل الانسان. حنا ما نساوش باللي الفلاحه الجبليه هي فلاحه غالبا ما تكون فلاحه معيشيه، الانسان ديجا يغرس باش يعيش ليه الاهل والاسره تاعو للجوار تاعو، ولا كما قال كانوا كاينين فائض ويكونوا كاينين امكانيات وتكون كاينين تكون كاينه سورتو المساحه، لانه ما ننساوش باللي المساحه الجبليه شويه ضيقه. عندنا القمح، الشعير، البصل، الثوم، عندنا الكورجات، كابويا، عندنا الحمص والفلفل، طماطم، عندنا الزريعه، ومنا للسنوات القادمه يعني نكثروا يكون عندنا المنتوج بان مولوا الفلاحين اللي راهم محتاجين الزريعه، وزريعه اصليه محليه مش مستورده. وقضيه الزريعه كل واحد يشوف الزريعه اللي كاينه عندي وعندك، وعندي اللي ما نديش، اللي نفس الشيء ما نديش، ندي اللي ما عنديش، والوقت اللي ما عنديش انا كذا كنصيب لي نديه منو ننتج، الا كان عامل وخدام يولي يوزع. احنا جديد ما عندناش. ما عندكش جديد؟ احنا رانا في القديم، ما زلنا في القديم، ما شفناش حاجه جديده. جديده ماذا بينا اليوم ان شاء الله نشوفوها من عند الجماعه. هلا هذه هي. التثمين من خلال تحويل المنتجات، هذه معناتها كي الانتاج يكون في وقته يكون وفير لازم نحولوه، كما الطماطم، كما الزيتون، كما الكرموس الى غير ذلك. كل حاجه، كل منتوج عنده التحويل تاعو بصفه تقليديه. الانسان مادام دخل روحه في الطبيعه يحاول يتكافئ معها، ماشي يكون ضدها، يتكامل معها، لازم يتكامل معها. فوالا بون، هي ما كاش منها بصح مادابينا نروحوا لهذا الاتجاه. الملتقى الاول، اللقاء الاول تاع البذره الاصليه الى اخره، فعند عمي رشيد. مؤتمر عمي رشيد. عند عمي رشيد، ولكن المغزى تاعو راه عنده مغزى بعيد بزاف، حاجه مهمه بزاف بزاف، لانه منا حتى في القران الذي اطعمه من جوع. الاول اذا كان الكرش فارغه والله غير كاد الفقر ان يكون كفر. نحوس نغرس الشجره، الحرث لازم يكون منه، نديرو عميق، صديبون وين رانا، كاين شي مضارب تراب يكون من نفس النوعيه في حتى متر ونص زوج مترات، بصح كاين شي مضارب لازم اضطري تراب باش العروق يسمى يمشوا بسهوله. بعض الحفره يحفروها في الارض. بالك الغمق تاعها، بالك كل واحد على حساب القدره تاعو، 4 امتار 5 كان الاستعمار. الفلاحين ياخذوا لهم الحبوب تاعهم بقوه. يجمعوا الحبوب فيها ويغطوها. وين كانوا يديروها برا؟ في منطقة خافية ما يعرفهاش الاستعمار، هما يعرفوها وقت الاحتياج زريعة ولا الأكل، يروحوا يجبدوا بشوية، ولا يجي واحد محتاج ولا يبيعوا له يجبدوا منها، يسموها المطموعة. هذا الاسم جابوه ماهوش غلط.